بسم الله نبدأ على بركة الله في حل هذا التمرين. تمرين يخص في الهندسة، والهندسة رانا في السطوح المستوية. تمرين ماذا؟ أحسب مساحة كل مساحة ومحيط كل من الشكلين، عندنا الشكل الأول وعندنا الشكل الثاني. درسنا سابقا مساحة أشكال. في الأشكال عندنا أشكال مألوفة وأشكال غير مألوفة. أشكال المألوفة هي المستطيل، المربع، والمثلث القائم، والدائرة. دائرة في السنة الأولى ندرس فقط المحيط، فقط المحيط. لاحظ معي هذين الشكلين، وغادي نديرو أشكال أخرى. هل هذا الشكل مألوف؟ هذا الشكل غير مألوف، إذا مكاش قاعدة معينة ولا قاعدة خاصة به باش نحسبه. إذا غادي نستعين بالأشكال المألوفة. شا قالنا؟ قالك أحسب مساحة هذا الشكل. إذا حساب مساحة الشكل واحد. المساحة كيف نرمز لها؟ بي اس. إذا سميها اس، هي اس الكلية، نرسم اس تي. لاحظ معي هذا الشكل كيف يمكن حسابه مساحته؟ بتجزئاته. هنا كاين عدة أشكال. أنا شنو ندير باش نحسب مساحته؟ نجزئه إلى ماذا؟ إلى أجزاء بسيطة، يا إما مربع، مستطيل، ومثلث قائم، ولا كنحتاجين للدائرة نديرو الدائرة. أنا في التجزئة كاين عدة طرق، تبع معنا، تبع. كاين عدة طرق، نجم نجزئه كيما هاك، يولي لنا واحد، اثنين، ثلاثة، أربع أشكال. أنا ماذا بيا؟ ولا من الافضل شاندير نجزئه الى ابسط عدد ممكن من الاشكال. شاندير لاحظ يولوا لي شكلين، هذا مثلا الشكل واحد وهذا الشكل اثنان. اذا المساحه الكليه ماذا تساوي؟ تساوي اس واحد زائد اس اثنان. اذا اس واحد الشكل هذا عباره عن ماذا؟ عن المستطيل. مساحة المستطيل ماذا تساوي؟ ال في ال، هاي ال في ال، الطول في العرض. طوله كم؟ طول تاعه 6 سنتيمتر، وعرضه 2.5. هيا حسبوا لي 6 في 2.5 بسرعة. بسرعة. 15 سنتيمتر مربع. دوك نروحوا للاس اثنان. اس اثنان هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن ماذا؟ مربع. هل هذا مربع؟ هذا الطول تاعه شحال؟ ها هو شحال اعطيني هنا؟ اعطيني اثنان، وهنا اعطيني التشفير، يعني نفس التشفير. هذا الطول تاعه شحال؟ اثنان، وهذا اثنان. ايضا الطول في العرض، الطول تاعه هو ثلاثة في العرض هو اثنان. اذا اس اثنان شحال تساوي؟ تساوي 6 مربع. اذا الان اس الكليه هي ماذا؟ هي اس واحد زائد اس اثنان، اللي هي 15 زائد 6. اذا اس الكليه شحال تساوي؟ شحال تساوي؟ 21 سنتيمتر مربع. نعم شوف احنا مش بنحسبوا محيط، بنحسبوا مساحة. مساحة هذا الشكل وحده، ها هو، من بعد هذا الشكل وحده، جزأناه، جزأناه. هذا نعدوه؟ لا صحيح، هذا راه داخل في الشكل الأول. دروك المحيط، المحيط كي نرمزوا له؟ بي. بي. أي بي ماذا يساوي؟ يساوي مجموع أضلاعه. تبع معايا، شحال كاين من ضلع؟ كاين واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذن هذا الطول شحال؟ هذا 2.5، هذا شحال؟ هذا كم؟ اثنان، وهذا؟ وهذا؟ اثنان، وهذا؟ 2.5، وهذا شحال؟ واحد. كيفاش لقيت واحد؟ نعم بلاصتك. هذاك زوج، وهذيك ثلاثة، ومن هذه زوج، وهذه ثلاثة، شحال تعطينا؟ خمسة، وهذه كاع كامل؟ ستة. ستة ناقص خمسة، ممتاز، تعطينا واحد. إذا نجمع شحال تعطينا؟ ستة زائد 2.5 زائد 2
زائد 2 زائد 3 زائد 2 زائد 1 زائد 2.5. إذا شحال يعطينا؟ حسبوهم لي. هيا بسرعة بسرعة بسرعة. زائد 2 27 زائد 2 هيا بسرعة بسرعة كم؟ 21. تعطينا 21. الوحدة شاية؟ سنتيمتر. إن المحيط الوحدة تاعها هي السنتيمتر، والمساحة الوحدة تاعها بالسنتيمتر مربع، لأن الوحدة المعطاة هي السنتيمتر. كملنا مع الشكل الأول، دروك ننتقل إلى الشكل الثاني. بنفس الطريقة نطرح السؤال، هل الشكل هذا هو عبارة عن شكل مألوف؟ لا، هو شكل غير مألوف. إذا حساب مساحة الشكل 2، هذا الشكل الأول، هذا الشكل 2. إذا مساحته كلية. دروك باش نحسب المساحة تاعها ماذا نفعل؟ نقوم بتجزئته، نجزئه إلى ماذا؟ إلى شكلين. شان تحصل هذا الشكل عبارة عن ماذا؟ مثلث قائم، وهذا مربع. ممتاز. هذا 6 سنتيمتر وهذا 6 سنتيمتر، صحيح؟ إذا هذا كم؟ 14 ناقص 6 شحال تعطينا؟ 6 ناقص 14 شحال تعطينا؟ هيا 14 ناقص 6 8. إذا هذا الطول يعطينا 8. إذا المساحة الكلية ماذا تساوي؟ تساوي اس 1 زائد اس 2. اس 2 هاي اس 1 كم تساوي؟ اس 1 تعطينا ا في ا، شحال تعطينا؟ تعطينا 6 في 6. إذا اس 1 شحال تساوي؟ 36 سنتيمتر مربع. دروك نروح لاس 2. اس 2 عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مثلث قائم. مساحة المثلث القائم ماذا تساوي؟ قاعدة في الارتفاع قسمة 2، اللي هي ا في اش، ولا سميها بي في اش على 2. القاعدة كم؟ 8. الارتفاع 6 على 2. إذا اس 2 ماذا تساوي؟ هيا احسب لي. 8 في 6 قسمة 2، 8 قسمة 2 تعطونا 24 سنتيمتر مربع. إذا اس الكلية هي ماذا؟ هي 36 زائد 24. إذا اس الكلية شحال تساوي؟ 60 ماذا؟ الوحدة سنتيمتر مربع، ما ننسوش الوحدات. دروك حساب محيط الشكل. اي محيط، كي نرمزوا المحيط، محيط هو بي مجموع اضلاع. شو من الاضلاع تاعها؟ هو 6 زائد 14 زائد 10 زائد 6. شحال فيه من ضلع؟ 1 2 3 فيه 4. شحال تعطينا؟ 36 سنتيمتر. إذا محيطه يساوي 36 سنتيمتر، مفهوم؟ صح. في المحيط هذا الشكل، هذا الضلع الداخلي نحسبه؟ لا، نحسب المحيط الأضلاع الخارجية فقط. هذا نحس تعالينا في المحيطات فقط، عفوا في المساحات فقط، صحيح؟ وفي الأشكال المألوفة، صحيح يا جماعة؟ غير المألوف.